السلام عليكم، سميتي أيلة علام، مدينة جيت من ملا الخنيفرة. جيت باش نشارك في كرة السلة 3 ضد 3 في مدينة إفران، وكنتمنى نفوز بهذه البطولة، بهذه البطولة الوطنية. وكنشكر الأستاذ محمد الحداوي لأنه دار معنا مجهود كبير باش نربحو باش ننجحو. وكنشكر المنظمة اللي خلاتنا نجيو هنا واستقبلونا استقبال زوين، وشكرا. عليكم، سميتي زكريا الجراري، من جهة بني ملا الخنيفرة. جينا لهاد البلاصة باش جينا لمدينة إفران باش نشاركو في البطولة الوطنية، وكانت واستقبلونا استقبال جميل. وكنشكر الأستاذ على المجهودات اللي دار معانا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.